والله بصورة عامة احنا بنشتغل على نشر ثقافة الحوار، وده بيتم من خلال مجموعة من ورش العمل يتم تيسيرها للشباب والبنات من مختلف الأعمار. تقدر من خلالها تعرف تسمع الآخر تتقبله، تقدر من خلالها كمان تتواصل مع الآخر وتفهمه إيه هي المواقف الداخلية اللي جواه، ليه لما بياخد موقف ممكن يكون مختلف عن موقفك في مساحة غير مساحتك الشخصية، ليه هو واقف هنا؟ بنركز بصورة أساسية على شباب الجامعة والشباب الناشط في المجالات المختلفة وفي مراكز الشباب والجامعات. هدفنا الأساسي إزاي ننشر ثقافة الحوار ونعلم الناس أكتر أو ونعلم نفسنا ونركز برضو على نفسنا، هو إيه الحوار؟ حاجة أساسية زيها زي ما بناكل وبنشرب وبنشتغل، لازم نتعامل. فلو أنا مش عارف أتعامل مع اللي قدامي، لو مش عارف أشوفه، لو مش عارف أفهمه، يبقى مش عارف أن أنا أنتمي أو أتواجد في المكان ده. المواضيع اللي إحنا بنركز عليها هي نشر ثقافة الحوار في المجتمع. إيه الفرق بين الحوار والنقاش؟ إزاي أتبنى وجهة نظر الآخر؟ إزاي أشتغل معاه؟ إزاي أعرف أن أنا أتعامل بشكل كويس؟ إزاي أعرف أنشر الحوار؟ إزاي أعرف أستعمل الحوار؟ إيه هي القيم المهمة في الحوار؟ يعني إيه نسمع بعض؟ يعني إيه نتكلم؟ يعني إيه في وسط الدوشة اللي إحنا فيها دي كلها ومشاكل وصراعات اللي موجودة إن إحنا نبقى بنتكلم بشكل كويس، بنسمع بعض بشكل كويس، بنتقبل بعض وبنحترم بعض؟